السلام عليكم ورمضان كريم. اليوم مثل ما شايفين بدي أعطيكم معلومات عن فوائد جوز الهند. جوز الهند الفوائد لا تعد ولا تحصى، خاصة في ميته اللي بتعتبر كعلاج لأمراض الكلى، كونه بيغسل الكلى والمسالك البولية وبيعالج مرض الربو. زيت جوز الهند في نفس حمض اللوريك الموجود في لبن الثدي المضاد للأوبئة والجراثيم، وما بيحتوي على أي أحماض دهنية، وممكن تخزينه لفترة طويلة بفضل مضادات الأكسدة الطبيعية اللي فيه. من فوائده إنه بيرطب الجلد، بيلطف الشعر، وبيقضي على القشرة، وصحي في الطبخ، كون تركيبته الكيميائية ما بتتحول إلى أحماض دهنية حتى لما تتعرض لدرجات حرارة عالية. بيساعد في إنقاص الوزن بشكل طبيعي بدون اللجوء إلى حمية غذائية، مفيد لاضطرابات الجهاز الهضمي مثل داء كراون والتهابات الكولون، بيقضي على طفيليات الأمعاء، بينشط الغدة الدرقية وبيرفع معدل حرارة الجسم، وبيجدد الطاقة في الجسم، تستخرج منه مواد لتصنيع علاج لمرضي الإيدز والسرطان. تجميليا يستخدم لتصنيع الصابون الطبيعي وفي مستحضرات العناية بالجلد والشعر، وهو من أفخر الزيوت المستخدمة في صالونات التدليك. ماء جوز الهند بيعتبر مشروب طاقة بحد ذاته بدون مضار مشروبات الطاقة الاصطناعية، فهو غني بالأملاح المعدنية وبالمواد السكرية والأغذية اللي بيحتاج لها كل رياضي أو طالب مدرسة أو جامعة، مفيد جدا للعمال الإداريين والمحاسبين كونه بنشط وبيزيل الإرهاق. وفي ميزة بتخليه يتفوق على مشروب الطاقة وهي غناه بالبوتاسيوم، وممكن استعماله لعلاج ارتفاع ضغط الدم وعلاج أمراض القلب والتهاب الأعصاب والإرهاق الذهني والقلق والتعب نتيجة العمل لساعات طويلة، ولتنقية الدماغ من المواد الاستقلابية السامة، خاصة أن البوتاسيوم من المكونات المهمة للمضخة الخلوية الناقلة للأغذية والمواد السامة عبر الجدار الخلوي. المغنيسيوم الموجود بكمية مركزة في ماء جوز الهند مفيد جدا لإزالة التعب العضلي وتسهيل عملية تقلص العضلات، خاصة عند الرياضيين اللي بيفقدوا الكثير من المغنيسيوم خلال التعرق، فماء جوز الهند بيعدل هالكمية المتناقصة باستمرار. لما نشتري جوز الهند لازم نختار الحبة الثقيلة اللي ما في عليها رطوبة، ولازم دايما نتأكد انه ميتها فيها وما في اي تسربات لما نجيبها على البيت، ولازم نوضعها في مكان جاف، والانسب نحط تحتها مناشف ورقية مثل هيدي حتى نضمن الجفاف الدائم ونمنع تكون الطفيليات والبكتيريا. بتمنى انكم تكونوا استفدتوا من هالشريط وتسليتوا خلال مشاهدته. بتمنى توزعوا رابطه لمعارفكم، بامكانكم تشاهدوا كافه اشرطتي على الرابط اللي وضعته اسفل هالشريط، بامكانكم كمان تفتشوا باي وقت في اليوتيوب تحت ايها بلانيت كلمه واحده وتشاهدوا كافه اشرطتي، وما تنسوا تعملوا لي سبسكرايب. الى اللقاء.